استقبل سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين. وشاد سعادة وزير العدل بمستوى عمق أواصر العلاقات الأخوية المتجذرة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله ورعاهما. وشهدت الزيارة توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات الشؤون الإسلامية، ومنها خدمة القرآن الكريم وتبادل الخبرات والبحوث والدراسات وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات. وأكد الجانبان على التطلع الدائم نحو تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم العمل الإسلامي والعناية ببيوت الله والقرآن الكريم ونشر منهج الوسطية والاعتدال ومفاهيم التسامح والتعايش التي تجسدها القيم الإسلامية السمحة. بناء على الاتفاقية سوف يكون هناك فريق متخصص من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لوضع برنامج تنفيذي وخاصة في التسامح ونبذ العنف والوسطية في الخطاب الديني. فحرصت مملكة البحرين أن تستفيد من الخبرات الموجودة بالمملكة العربية السعودية، ونحن نشكر المملكة العربية على تقديمها كل الدعم. تم التوقيع وتشتمل على بنود كثيرة ستكون إن شاء الله محل التنفيذ الفوري من قبل وزارة الشؤون الإسلامية وقبل وزارة العدل، وسنرى إن شاء الله فيها الخير الكثير لجميع ما ينفع الإسلام والمسلمين في البحرين والعالم الإسلامي من تقديم خدمات متبادلة بين الدولتين الشقيقتين والتعاون على ما فيه الخير إن شاء الله للمسلمين في البلدين الشقيقين. وأيضا ستكون هناك تكامل إن شاء الله